لقد عرفت الساحة السياسية في الساعات الأخيرة قرارات هامة. هذه القرارات التي جاءت لتحدد مستقبل الجزائر، وكما أنها تعيد المسار السياسي إلى إطاره الدستوري الشرعي القانوني، والذي يتماشى دون شك مع قناعات الشعب الجزائري والتي عبر عنها خلال مسيرته السلمية الحضارية عبر الحراك الشعبي. الاستقالة في الحقيقة هو مطلب قديم متجدد لطالما انتظرناه منذ 2014، لما استقال اليوم على الأقل الناس هذو قاعدين يسيروا في البلاد بطريقة غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية، انتهى أمرهم. على الأقل يكون رئيس واضح، يكون قيادة واضحة. اليوم دقت ساعة الحقيقة وتم الإعلان، وهو كابوس إنزاح على شعب وعلى دولة وعلى أمة بأكملها في هذه اللحظة. كما جاء سابقا سلفا في بيان التجمع الوطني الديمقراطي اللي طلب فيه من رئيس الجمهورية أن يعين حكومة جديدة ويستقيل حتى يفتح للجزائر آفاق جديدة استجابة لمطالب الشعب، وكذلك رغبة في أن ننتقل إلى مصاف آخر من بناء الجزائر الجديدة المنشودة، وخاصة من طرف الشباب. الآن الطريق مفتوح والأبواب مفتوحة على مصراعيها للذهاب للجديد، وكلمتي هي إنما أفرحني في هذه المليونيات كلها هما أمران اثنان. الأمر الأول جيش وشعب، وشعب وجيش لهما هدفان أساسيان دافع عنهما: أولا الحفاظ والدفاع عن الدولة الوطنية. الباب الثاني أن الشعب والجيش أيضا دافع وحرص حرص على الدفاع عن ماذا؟ عن المسيرات المليونية التي ضمنت الوصول إلى هذه المحطة التي نعيشها اليوم.